الذي بادرت شركة جيكتي. Visité les stands. J'appelle mon ami. Du docteur Horma qui est prêt. Que nous pouvons par rapport aux exposés. اليوم بالشراكة مع شركة جيكتيز نظمنا المؤتمر الدولي الأول للسياحة العلاجية في الجزائر. المؤتمر هو الأهداف تاعه ولا الأهداف القيمة اللي إن شاء الله نوصلوا لها هو أن تكون الجزائر وجهة استقطابية للسياحة العلاجية. اليوم الجزائر لديها مؤهلات كبيرة ما يجعلها أنها تدخل في ولا تنافس بعض الدول في مجال السياحة العلاجية، لأن بعض الدول هالمجال هي تعتمد عليه كاقتصاد وطني. اليوم الحمد لله شفت وفود كثيرة لشاركت في المؤتمر، لدينا عدة دول من الهند، من تركيا، من تونس، من الأردن، من بولندا، كل الوفود جات اليوم تشارك ونعرفوهم وشحال عندنا احنا إمكانيات. شوفوا بلدان مشات كثير في السياحة العلاجية و والمدخول تاعها بالمليارات، يعني الجزائر البنى التحتية موجودة، الإرادة موجودة، الهياكل موجودة، كل شيء موجود، باقي فقط لتنسال هذه الشرارة به أبناء الجزائر الموجودين برا يفيدوها بالتجارب، وأبناء الداخل والسلطات العمومية تحط اليد في اليد، وممكن نمشيو كما كنا نسمعوا لطورال 1600 كيلومتر ممكن تكون فيها علاج بمياه البحر، كاين العلاج الحموي، كاين السياحة، سياحات كلها موجودة. وحتى سمعنا رقم 320 مؤسسة استشفائية في الجزائر، هذا يعني الانفراستركتور هذه تخلينا نتشجعوا أكثر باه نأمنوا بنفوسنا أكثر ونمشيوا للأمام. مصر على استعداد تام، مصر لديها خبرة كبيرة جدا جدا في مجال في قطاع اللي هي السياحة العلاجية. مصر لديها منتجعات متخصصة على أعلى مستوى، مصر بتعتبر مقصد عالمي من للمرضى من كافة أنحاء العالم. عندنا سياحة يعني تفوق ال 2 مليون او اكثر من المرضى بتيجي للسياحه العلاجيه، مخصوص للسياحه العلاجيه. فمصر بما لديها من خبرات في هذا المجال على استعداد تام انها تتعاون مع الجزائر.